يا جماعه النهارده مع عمده تشيسه ومطبخ عمده تشيسه هعمل لكم النهارده صينيه او طاجن بطاطا مهروسه، وهيبقى ايه بعد ما البطاطا بتتحمر ههرسها في الطاجن واحط عليها شويه مكسرات وشويه سيرب، هعملها زي البسبوسه بالظبط، حاجه كده سوفت كده جميله تقدر تاكلها زي الكيكه والحاجات دي كلها. و مع صينيه البطاطا هعمل جريك سلطه، طبعا معانا جريك سلطه اللي هي الجبنه الحادقه، معانا الزيتون، معانا الطماطم، معانا الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر زي ما انتوا شايفين، بصل، جزر، خيار، بصل اخضر، لبت، والقوطه وجبنة. وتابعوني بعد الاكلة هوريكم احلى جريك سلطة.